مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا في قناة الحياة وبرنامج الحياة أحلى. أسبوع جديد وحلقة جديدة، دايما بنكون موجودين معاكم من الأحد للأربعاء بفقرات مختلفة بتهم كل الأسرة. واليومين دول الحقيقة بيستعد كل الحجاج لأداء فريضة الحج. ربنا يتقبل منكم كلكم يا رب ويرجعكم بألف سلامة. في فقرتنا الأولى هنتكلم عن الإجراءات الجديدة اللي هيقابلها الحجاج في الأراضي السعودية وأهم استعدادات وزارة السياحة لتأمين وسائل الراحة للحجاج، مع ضيفنا الأستاذ ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة. دي طبعا فقرة مهمة جدا، والفقرة دي يعني مهمة لناس كتير، سواء اللي هيروحوا إن شاء الله طبعا أداء فريضة الحج أو اللي بيفكروا علشان يعرفوا بعد كده إيه هي الإجراءات. أما بالنسبة لفقرتنا التانية فهتكون لكل الرياضيين، وخصوصا اللي أحيانا بيلجأوا للمنشطات الرياضية. هنتكلم عن المنشطات وخطورتها وإمتى تاخدها وإمتى تكون محظورة. الحقيقة ولادنا اللي بيروحوا الجيم يحبوا يعملوا عضلات وحاجات كده، ممكن ياخدوا زي ما بيسموها سبلمنت أو أشياء مقوية للعضلات، هل هي مفيدة؟ هل هي مضرة؟ هينورنا في الفقرة دكتور أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات الرياضية. دي بالنسبة للفقرة الثانية. أما فقرتنا الأخيرة هتكون عن فيتامين دي. طبعا الفيتامين ده نقصه ممكن يسبب لنا أكبر مشاكل في صحتنا، الحقيقة ممكن لا نتخيلها، علشان كده هنتكلم النهاردة عنه وإيه الأعراض اللي ممكن تعرف منها إنه عندك أو عندك نقص فيتامين دي، وإزاي تعوضه من خلال الأكل. وطبعا في إحصائيات بتقول إنه عدد كبير من السيدات في مصر عندهم مشكلة في نقص فيتامين دي. هنتكلم النهاردة مع ضيفتنا الدكتورة هناء حسين رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني سابقا عن موضوع فيتامين دي. لكن قبل ما نروح لفقراتنا خلينا نبتدي نتكلم عن أخبارنا النهاردة. الحقيقة من أخبارنا النهاردة بدايتنا خبر من وزارة الإسكان، المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أعلن توفير وحدات سكنية لكافة الحاجزين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكل اللي دفع مقدم الحجز. وأضاف إنه بالرغم من إن الوزارة أعلنت عن حجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110 ل 180 متر مربع وبتشطيبات فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لكن الوزير الدكتور مصطفى مدبولي طبعا قرر توفير وحدات لكافة المتقدمين. وفي أسبوع واحد استقبلت البنوك أكثر من 6000 مواطن دفعوا مقدمات حجز وحدات سكنية في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وده بيأكد قدرة المشروع على جذب آلاف المواطنين، وبيعتبر كمان رد على الانتقادات اللي تم توجيهها للمشروع خاصة مع ارتفاع سعر المتر في الوحدات. وقال إن شروط التقدم بتتمثل في إنه المتقدم للحجز مصري الجنسية وليه أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولي على قاصر أو وصي عليه بقرار وصاية، وممكن الحجز للقاصر من خلال الرقم القومي من واقع شهادة الميلاد، وبشرط إنه المتقدم يعني يكون متقدم ما عندوش حاجة تانية، أو لأحد من أفراد أسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر للحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. طبعا بشرة خير لكل اللي نفسه يكون عنده وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة اللي مصر كلها منتظرة إن شاء الله افتتاحها، واللي هيكون طبعا يعني شيء رائع جدا، وناس كتيرة جدا منتظرة ازاي المباني الجميلة وازاي الانجازات الحلوة اللي ان شاء الله هتكون في العاصمة الإدارية الجديدة.